يقول السائل: هل تحريف اليهود وقع على التوراة مع بيان قوله تعالى: وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ نعم، اليهود حرفوا التوراة والنصارى حرفوا الإنجيل وأدخلوا فيهما كفريات وشركيات، ما وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. التوراة والإنجيل دخلهما التحريف بلا شك. وأما قوله فيه وعندهم التوراة فيها حكم الله، نعم التوراة بقي فيها أحكام، فيها أحكام لم تغير، ما كلها حرفت، بقي فيها بعض الأحكام التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولكن لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم نسخت، نسخ ما فيها وتعين العمل بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.